النهارده جايب لك معلومات ومميزات كتيره جدا عن جسمك واجب عليك تحافظ عليها. انف الانسان بامكانه تذكر 50,000 رائحه مختلفه. كلنا فاكرين ان العرق ريحته كريهه، لكن في الحقيقه الريحه دي مش ريحه العرق خالص. العرق اصلا عديم الرائحه، لكن البكتيريا الموجوده على الجلد بتبدا انها تختلط بالعرق وبينتج بعدها الرائحه الكريهه زي ما كلنا بنشوف. جسم الإنسان بالكامل يتوقف عن النمو عند سن 20 أو 22 سنة، ما عدا الأنف والأذن لا يتوقف نموهم أبدا مدى الحياة. صباعك فيه بصمة مختلفة عن بصمة صباع أي حد غيرك، زي لسانك كمان بيكون فيه بصمة مختلفة عن بصمة أي حد غيرك. جسم الإنسان مليء بالبكتيريا، ووزن البكتيريا اللي فيه يبلغ حوالي 1.8 كيلو، يعني تقريبا 2 كيلو بكتيريا. دقات قلب الانسان بتتغير تدريجيا على حسب نوع الموسيقى اللي الانسان بيبدا يسمعها. عدد البكتيريا الموجوده في فم الانسان اكبر من عدد سكان العالم بالكامل. كل ما تخطو خطوه واحده لقدام بتعمل 200 عضله كامله في جسمك.